بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته وبركته على ارواحنا جميعا امين. احنا بنعيد بعيد القديس العظيم الشهيد الانبا موسى الاسود شفيع الخطاه 24 باونة، ويعتبر الشهيد العظيم موسى الاسود بتسميه الكنيسه موسى الاسود القوي، القديس موسى الاسود القوي. طبعا الكنيسه لم تسميه موسى الاسود لانه احنا ما عندناش حاجه اسمها اسود وابيض، لكن بتسميه في المجمع المقدس القديس موسى القوي. طبعا هو موسى الاسود لانه هو كان اسود في بشريته، لانه لونه كان اسود. يقال بعض الناس انه هو كان من جنس بربري، من البربر يعني، ويقال بعض الناس انه هو كان نوبي، او يقال بعض الناس هو كان من الجنس الحبشي. ايا كان، لكن هو كان لونه اسود وكان ضخم جدا وكان عنده عضلات قويه جدا، وسمناه القوي لانه هو كان قوي جدا في توبته، فتحول من حياه من اقصى الشمال الى اقصى اليمين، تحول من حياه الشر والقتل والنهب والزنا وكل الخطايا الى حياه القداسه والطهاره والبر، وأصبح قديس عظيم. نحن لا نستحق أن تراب رجليه، فأصبح بعد أن كان رئيس عصابة أصبح رئيس ليدير ويقود رهبان وشفيع لناس كثيرة جدا. وطبعا القديس موسى الأسود عاش في حياة أبو مجار الكبير، وعاش في حياة القديس إيسيزوروس، وعاش في حياة القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك، وعاش في القديس يوحنا القصير. كان زمان طبعا ما كانش في أديورة، أو كان الرهبان يعني القلالة بتاعتهم متبحترة في الصحراء كده، فما كانش في سور للقلالة، وكانت الجلالة كلها جنب بعض. يعني مثلا القديس أرسانيوس كان جنب القديس موسى الأسود، وكان جنبهم أبو مجار الكبير. لو جينا نعرف حياة القديس موسى الأسود، طبعا بستان الرهبان ما كتبناش كثير عن حياة القديس موسى الأسود، فقال قبل رهبانته يعني، فقال احنا لا نريد أن نعرف الكثير عن حياته قبل الرهبنة، لأنه ما كانتش حياة حلوة لأنها كانت مليانة بالشر. ولكن كل اللي نعرفه عن حياة القديس موسى الأسود إنه كان رئيس عصابة، وكان رئيس ل70 رئيس عصابة كمان. يعني هو كان الرئيس بتاع رؤساء العصابات، يعني كان عنده 70 رئيس عصابة، 70 دول تحتهم كلهم عصابات، فكان يعني مليان بالشر. ويقال انه كان انه شغال عند واحد رجل غني جدا، وبعدين طردوا هذا الرجل الغني من كثرة شره، لانه يقال انه هو سمع انه قتل واحد، فالرجل الغني ده قام طرده. اول ما طردوا القديس موسى الاسود قام جرى الى الصحراء وعاش في الصحراء، واتلموا عليه اللصوص والحرامية، فعمل منهم عصابات وجعل من كل عصابة رئيس ليها، وهو كان المرشد لتلك العصابات، فكان يجمع 70 رئيس عصابة وكان يديهم هو الأوامر، وهو زي كان المعلم الكبير بتاعهم يعني، وكانوا معظمهم هربين من السجون. فيقال عنه إنه هو بعد ما تاب وأصبح إنسان قديس، أصبح تحته في يعني 70 راهب إنه هو مسؤول عليهم وهو برشتهم. يعني شوف النقلة بتاعت القداسة الكبيرة دي، بعد ما كان رئيس ل70 رئيس عصابة أصبح دلوقتي رئيس ل70 من الرهبان، يعلمهم إزاي يعيشوا حياة القداسة. وكان الأنبا موسى الأسود يعبد الشمس، فكان من جواه كده يعني في حاجة بتقول له بأنه هل الشمس هي الله، فكان بيسأل بالرغم من شره، لكن كان من جواه كان عايز يعرف أين هو الله.
بص مرة للشمس كده وقال لها: يا شمس، هل أنت الله؟ يعني أنت بتدي الحياة للأرض، فهل أنت الله ولا لا؟ فطبعا إنه كان يعتقد إنه الشمس هي الله. وفي مرة من المرات طبعا يعني مر عليه راعي أغنام، فقام سأله وقال له: ما فيش حد هنا بيعبد الشمس؟ قال له: لا. قال له: طب الناس هنا بتعبد ايه؟ فقال له: اذا عايز تعرف الاله الحقيقي، ادخل الى البريه الجوانيه، وحتلقى هناك في الرهبان هم بيعبدوا الاله الحقيقي. فربنا حب يحرق قلبه عشان يعرفوا من هو، لانه زي ما يقول الكتاب: فتيله مدخنه لا تطفى، وقصب مردوده لا تقصف. لأنه كان فتيلة مدخنة، فربنا كان حاول إن هو يعني يشعل هذه الفتيلة. فالراعي ده قال له: ادخل إلى الصحراء واسأل على واحد اسمه القديس إيسيزوروس، هو حيوريك عن الإله الحقيقي. قال له: يا سلام، يعني في حي اسمه الإله الحقيقي؟ قال له: أيوه، أنت ادخل جوا اسأل على القديس إيسيزوروس، هو حيقابلك. طبعا موسى الأسود لأنه كان من جواه حلو وكان ربنا عايز، هو طبعا يعني كان جواه حلو، وزي ما قال الكتاب: فتيلة مدخنة لا تطفي، وقصبة مردودة لا تقصف. فكان ربنا عايز يشعل هذه الفتيلة، ودخل جوا إلى القديس إيسيزوروس. وقام طبعا أول ما القديس إيسيزوروس شافه اتخلع جدا، لأنه يعني شكله منظر ومرعب، ومعاه سيف ومعاه وأسود اللون. فقال له: أنت مين؟ قال له: أنا موسى الأسود. قال له: أنت موسى الأسود اللي بنسمع عنك أنك أنت رئيس العصابة؟ قال له: أيوة. قال له: أنت جاي هنا ليه؟ قال له: أنا الحقيقة سألت عن الإله الحقيقي، واحد دلاني عليك وقال لي امشي للقديس إيسيزوروس وحيوريك الإله الحقيقي. أنت القديس إيسيزوروس؟ قال له: أيوة. قال له: أنا عايز أعرف عن الإله الحقيقي. قال له: أنت متأكد؟ قال له: أيوه. قال له: طيب أقعد ونتكلم. فقعد يتكلم معاه ويوعظه عن ربنا والتجسد والفداء والصلب. وبعدين كلموا عن حياة القداسة، وكلموا عن كل حاجة هو عملها شريرة حيتحاسب عليها في يوم الدينونة إذا ما تبشي، وإنه في نار، وإنه في دينونة، وإنه في حياة أبدية اسمها الملكوت، وفي حياة أبدية اسمها النار. فابتدأ موسى الأسود يتحرك من جواه، ويقال كل ما كان قديس إيسيزوروس يتكلم معاه هو كان بيبكي شديد جدا بحرقة. فعرف القديس إيسيزوروس بأنه يعني هو فعلا عايز يتوب. قديس إيسيزوروس طبعا يعني هو مدفون مع القديس موسى الأسود في أنبوبة واحدة، هما الاثنين قاعدين في أنبوبة واحدة، لأنه هو ده يعتبر مرشد الروحي، أو هو اللي تتبعه لحد ما بقى قديس وكان زي المعلم بتاعه. فليمشي دير الأنبوبة موسى الأسود يلقى الأنبوبة الكبيرة دي فيها جسد القديس موسى الأسود وفيها جسد القديس إيسيزوروس اللي هو مرشده الروحي. طبعا احنا بنسمع في مجمع الرهبان او مجمع القديسين، اسف، في القداس بنسمع عن القديس إيسيزوروس القس. طب ليه سموه بالقس؟ فكان ملقب بإيسيزوروس القس لانه ما كانش اي حد زمان يرسموه قس او قسيس او يدوه رتبة الكهنوت، لانها كانت رتبة عالية جدا جدا، ما كانش اي حد من الرهبان ياخدها الا اذا وصل إلى حياة قداسة عالية. فطبعا هو يعني قديس إيسيزوروس سموه القديس إيسيزوروس القس، لأنه كان في مرحلة عالية جدا من القداسة، وهو كان قسيس بين 200 أو 300 راهب، هو القسيس بتاعهم اللي بياخد اعترافاتهم واللي بيعمل لهم القداس بتاعهم. عشان كده سميناه في مجمع القديسين أو مجمع القداس إيسيزوروس القس. وطبعا زي ما قلت لك إن هو ابتدى
القديس موسى الأسود يتكلم مع القديس الزورس وابتدى قلبه أن يتحرك. فموسى الأسود قال إذا القديس الزورس ده بيديني فرصة كده شوية لحد ما أنا أقعد مع نفسي وبكرة أجي تاني. فقال له خلاص روح. فيقال إنه هو أروح من القديس إيسيزوروس، لكن يقال إنه هو قاعد الليل كله يبكي ومش قادر يمسك نفسه من البكاء، ويقول معقول أنا عملت كل الشرور دي؟ طب أنا هتحاسب إزاي؟ طب أنا إزاي هقابل ربنا؟ فكان تعبان جدا جدا، لأنه هو عمل كل الخطايا التي لا تخطر على بال البشر، قتل وزنا وسرقة واغتصاب، كل شيء ممكن يخطر على بالك عمله القديس موسى الأسود. ولكن طبعا إن هو تاني يوم راح عشان يقابل القديس إيسيزوروس تاني عشان يقعد معاه تاني، ولكن فتش عليه لقى ما فيش، مش موجود في الجلاية. مشى على الجلاية اللي جنبه لقى القديس أبو مقار الكبير، مكاريوس الكبير. زي ما قلنا إنه هو كان عايش في حياة القديس أبو مقار الكبير، فقال له أنت مين وجاي ليه وعايز إيه؟ قال له أنا موسى الأسود. قال له عايز إيه؟ عايز تسرق؟ إحنا ما عندناش حاجة هنا في الجلالة بتاعتنا، ادخل شيل اللي أنت عايزه. قال له لا الحقيقة أنا مش جاي أسرق ولا حاجة، لكن أنا امبارح قعدت مع واحد اسمه إيسيزوروس وكلمني عن ربنا، وأنا جيت عشان أبتدي حياة جديدة، جيت عشان أتوب وأعترف بكل خطيئتي. طبعا أبو مقر قال له يعني هتقدر تعترف؟ قال له أيوة. قال له هتقدر تبطل كل الخطايا اللي أنت عملتها؟ قال له إن شاء الله بنعمة ربنا. قال له طب أقعد أعترف. فيقال بأنه في قصة تقول أنه أبو مقر قال له لازم تعترف بخطيئتك قدام كل الرهبان. ففي قصة تقال إنه هو قال كل خطاياه أمام كل الرهبان، ما خجلش من أي خطيئة. زي ما قال بولس الرسول كان بيقول خطيئته مكتوبة في الإنجيل، أنا الذي كنت قبلا مفتريا ومجدفا على الكنيسة وكنت بطارد رجال ونساء على الكنيسة. كان موسى الأسود كان بيقول كل خطاياه أمام مجمع الرهبان، لكن يقال إنه هو كان قاعد قدام أبو مقار وبحكي له كل حياته الماضية. وأبو مقار كان شايف وراء القديس موسى الأسود ملاك، وكان ماسك لوح أسود مكتوب في كل خطايا القديس موسى الأسود. ويقال إنه أبو مقار كان شايف الملاك كل ما أبو مقار كل ما القديس موسى الأسود يقول خطية كان الملاك يشطب الخطية، كل ما يقول خطية الملاك يشطب الخطية، لحد ما قال كل خطاياه واللوح الأسود بقى لوح أبيض. وده معناها إنه القديس موسى الأسود لم يخبي على القديس أبو مقار أي خطية هو عملها. القصة دي احنا سمعناها كتير إنه الملاك كان بيمسح له خطاياه. كنا معتقدين إنه اعترف للقديس إيسيزوروس، لا هو ما اعترفش للقديس إيسيزوروس، هو اعترف للقديس أبو مقار الكبير. وطبعا ده يورينا أن القديس موسى الأسود قال كل خطاياه، وده يعلمنا بأن الواحد لما يجي يعترف يقول كل خطيئة هو عملها، لأنه بعض مرات إحنا بندس على اعترافنا الخطايا اللي إحنا عملناها، أو بنتكسف عن نقول بعض الخطايا اللي إحنا عملناها. وأكيد القديس موسى الأسود قبل ما يجي يعترف بخطيئته كان قاعد مع نفسه وسرد كل الخطايا بتاعته وعملها كلها. وده بيعلمنا برضو موسى الأسود بأنه الواحد يقعد مع نفسه ويبكي على خطيئته قبل ما يروح يعترف، لأنه الاعتراف أولا أنه الواحد يقعد مع نفسه في الأول ويعرف بشاعة الخطيئة اللي هو عملها ويبكي عليها، وبعد كده يعترف أمام الله أنه أنا رب خاطئ. لكن لازم تأخذ الحل والربط من أب اعترافك، فما اكتفاش بأنه يقول اعترافه بس إلى ربنا، لكن كان ذهب إلى القديس أبو مقار وقال كل اعترافاته. قديس موسى الأسود طبعا تاب توبة حقيقية وكان مدقق جدا في الاعترافات بتاعته. والقديس موسى الأسود
طبعا يعني تاب توبة حقيقية لا رجعة فيها أبدا، وكان شاعر بأنه يعني ارتاح ارتياح عظيم وكبير جدا، وكأنه جبل على راسه ونزل، وارتاح جدا لما اعترف بخطيئته. القديس أبو مغار قرار التحليل، زي ما احنا بنعرف انه القديس أبو مغار برضو كان قسيس وكان بياخد اعترافات الرهبان، زي ما احنا كده بنقعد معاه باعترافنا والواحد بيكون تعبان جدا، ولكن اول ما يطلع من باعتراف يشعر بارتياح عظيم جدا. ابتدى القديس الانبا موسى انه يروح للقديس إيزيزوروس، وارتاح جدا للقديس إيزيزوروس، وابتدى انه القديس إيزيزوروس يتدرج معاه ازاي ان هو يتوب واحده واحده، لانه احنا دي حاجه مهمه جدا، احنا فاكرين ان الحياه القديسين دول بداوا قديسين يعني كده بسهوله، لا، القديسين لم يوصلوا الى حياه القداسه الا بعد ان اخذوا جهاد طويل من التوبه وجهاد طويل من البكاء والجهاد. عشان كده القديس موسى الاسود ما لم يدعى قديسا الا بعد ان تاب واخذ تدرج عظيم جدا من التوبه، مش اصبح قديس بين يوم وليله. يعني مثلا القديس موسى الاسود كان بربري، وبربري جاية ليس من يقال انه ما كانش يعني جنسه بربري، ولكن طبعه الوحشي زي البرابرة كده يعني. فابتدى يتدرج معاه، وبعدين قديس موسى الاسود قال القديس إيزيزوروس يعني انا عندي شهوة الاكل، انا بحب اكل كثير. قال له يعني انت بتاكل ايه يعني؟ قال له انا ممكن اكل 3-4 خرفان في اليوم. قالوا طيب احنا ايه رايك نتدرج معاك انه احنا ممكن نجيب لك خروف كل يوم، ايه رايك؟ قالوا نجرب، لكن انت متاكد بتاكل 4 خرفان؟ قالوا ايوه. فحكى له قصه بانه مره كان جعان، وبعدين قام كان قاعد جنب البحر، قام شاف من الشط الثاني راعي اغنام او راعي خرفان، فكان جعان فأخذ سيفه في بقه وعام عشان يروح يجيب له خروف. فالراعي طبعا شاف الأنبا موسى من بعيد إن هو جاي، فقام الراعي جرأ وساب الخرفان. لكن من شراسة موسى الأسود لما كان يعني شرير مسك الراعي وقتله وشال منه الخرفان، ويقال إنه أخذ 4 خرفان وضبحهم وخطهم على كتفه في شوال وعام بهم البحر ورجع للضفة الثانية شواهم وأكلهم كلهم. فدي من اعترافات الأنبا موسى للقديس إيزيزوروس. فقام قال له إيزيزوروس طيب احنا طبعا ما شفناش اللحمة دي قبل كده، يعني احنا في الدير ما بناكلش لحمة خالص ولا شفناها، احنا أخرنا عيش ناشف وملح ومية بس، ده أخرنا. فقال له بس أنا بحب اللحمة. قال له خلاص أنا أوعدك أنه كل يوم تأكل لك خروف، إيه رأيك؟ قال له كويس. فالقديس إيزيزوروس تدرج معاه أنه كان يبعت له كل يوم راهب أنه يروح السوق يجيب له خروف ويذبحه له ويشوه له ويأكله كل يوم. فكان في الدير بيأكل خروف كل يوم. بعدين شوية 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 ابتدى معاه ب3/4 خروف، بعد شوية ابتدى معاه بنص خروف، بعد كده شوية ربع خروف، وهكذا وصل معاه لحد فرخة مثلا أو نسيرة فرخة أو صدرية فرخة، لحد ما وصل معاه إلى أنه يستغنى من حاجة اسمها لحمة ويأكل زيه زي الرهبان. فالتدرج معاه في حياة شهوة الأكل دي بالذات، لأنه كان بيأكل أكل كثير جدا. بعدين تدرج معاه برضو في حياة الوحشية، لأنه كان غضوب جدا وحشي جدا. فقام عايز يجربه مرة من المرات، وهم قاعدين كده الرهبان مع بعضهم يعني، فالقديس إيزيزوروس يعني عايز يجرب موسى الأسود، فقام قال لواحد من الرهبان استفز موسى الأسود ده، استفزه بأي حاجة نشوفه هيغضب ولا لا.
فقام قال له حاضر. فقام هم وقاعدين كده، قام الراهب ده قال ايه الاسود اللي قاعد وسطينا ده؟ كمان الرهبان نقصهم انه واحد يكون اسود بيناتهم، ايه ده؟ اللي قاعدك هنا معانا؟ فطبعا القديس موسى الاسود يعني بصاله كده واخذ بعضه ومشى. فقام قديس الزورس قال له واحد راهب تاني، قال له روح شوفوا ماله، يعني ببرطن بيقول ايه. فطبعا هو قام طلع له وقال له انت زعلت لما قالوا لك انت موسى الاسود؟ قال له طبعا زعلت زي ما زعلش يعني. قال له طيب يعني ليه اخذت بعضك ومشيت؟ قال له القديس أزازورس علمنا كده، لما واحد يستفزك سيب المكان وامشي، لكن عارف انا يعني قبل الرهبنه وقبل التوبه لو واحد استفزني وقال لي اسود انا كنت يعني عملت في البدعه، لكن نشكر الله انه انا بس غضبت من جواي وسبت القعده ومشيت. لكن كان من جواه غضبان لسه ما استواش للاخر يعني، لكن هقول لك ازاي قدام برضه استفزوه وكان احسن من كده بشويه. طبعا من حياته الوحشيه لانه كان وحشي جدا، القصه بتاعته انه مره كان في قداس وبعدين رجع من قداس لقى في اربعه حراميه بيسرقوا القلايه بتاعته، حراميه عتاي كده ما يعرفوش انه دي قلايه الانبا موسى الاسود، وقام مسكهم وربطهم وعرفوا انه ده موسى الاسود لانه كانوا حراميه معاه، وقالوا له معلش وارحمنا وانت موسى الاسود؟ قال لهم ايوه. قالوا له احنا لو عارفين دي مكانك ما كنا جينا هنا. مهم ربطهم كلهم ما عملهمش ولا حاجه، اخذهم ومشى بهم الى الكنيسه ووداهم للرهبان وقال لهم دول حراميه بيسرقوا الجلالي، شوفوا انتوا تعملوا فيهم ايه. قديس الزورس قال له هنعمل فيهم ايه يعني؟ سيبهم هما هيسرقوا ايه؟ احنا اخرنا في الجلايه كتاب مقدس واجبيه وعيش وملح وخلاص. قال له دي حياتكم؟ قال له ايوه. قال له يعني اعمل ايه دلوقتي؟ قال له سيبهم ينطلقوا يمشوا. قال له انا احكي لك حكايه عن القديس ابو مجار الكبير. قال له ايه الحكايه؟ قال له القديس ابو مجار الكبير في مره من المرات انه لقى واحد حرامي بيسرق القلايه بتاعته او حراميه اثنين ثلاثه، فقام سابهم ويسرقوا القلايه وسابهم ومشوا. قام طبعا القديس ابو مجار لقى القلايه يعني فاضيه مصفره ما فيهاش ولا حاجه، لقى فيها برطمان الزيتون بس. ابو مجار نادى على الحراميه من بعيد وقال لهم تعالوا تعالوا انتوا نسيتوا برطمان بتاع الزيتون ما خدتوهاش. تخيل، قاموا الحراميه رجعوا تاني واخذوا البرطمان بتاع الزيتون، وعرف القديس موسى الاسود بانه دي حياه الرهبان كده انهم يسامحوا كل انسان، وطبعا يعني ساب الحراميه وفك منهم الحبال ومشوا. القديس موسى الاسود طبعا انه في حياته يعني كان بيحارب من الافكار الشريره الكثيره، لانه كان الحقيقه انه الشيطان كل ما يجي القديس موسى الاسود يصلي كانت الشياطين تجيب له ذكريات الزنا والعلاقات الوحشه زي شريط كده هو لما يجي يصلي. وطبعا يعني كان تعبان جدا من الموضوع ده، زي ما احنا كده الشيطان بيعمل معانا كده، تلقى الشيطان سايبنا طول اليوم واول ما نيجي نصلي يجيب لنا ذكريات ماليها اول ولا اخر، اللي شكلنا واللي ظلمنا واللي شتمنا واحنا بنصلي عشان يشتت مننا الصلاه. ده اللي كانوا بيعملوا الشيطان مع القديس موسى الاسود. وطبعا موسى الاسود كان تعبان جدا من الافكار الشريره، ويقال انه هو كان الليل كله مش بيقدر ينام من الافكار الشريره. قام مشى للقديس إيزيزوروس قال له انا تعبان جدا من الافكار الشريره لانها بتحاربني شديد. فاداله تدريب القديس إيزيزوروس وقال له لازم تتشد نفسك وتتعب نفسك كثير عشان الافكار الشريره دي تهدى عنك، تصلي تضرب مطنياتك الليل كله.
فابتدى يصلي ويضرب بطانياته، ومشى القديس زورس قال له برضه الافكار الشريره بتحاربني، قال له طيب اقعد الليل كله روح شيل جلل الرهبان واملاهم ميه من البير وجيبها لهم تاني بالليل. طبعا الرهبان كلهم نايمين، فيقال ان الجله كانت تشيل حوالي 70 كيلو ميه، 70 كيلو ميه الجله الواحده، فكان بيشيل جلتين، واحده من هنا واحده من هنا، يعني 140 كيلو ميه يمشي بيها لحديت البير، والبير كان بعيده جدا من الرهبان، ويملاها ويشيل تاني اثنين ويرجع لما يعني تعب جدا واهمك نفسه جدا. الشيطان طبعا اتغاظ منه وقال له انا مش هسيبك ابدا، لدرجه انه هو يعني ضربه بالقروح في رجله. ويقال انه يوم من الايام لقوه في الرهبان، لقوه مرمي جنب البير، اتري انه الرهبان الشياطين تلموا عليه وضربوه وكسروا ظهره. ويقال بانه ابتدى انه عالجوه من ظهره لمده سنه كامله، لانه كان بشيل تقيل جدا جدا من الميه. وطبعا يعني كان الليل كله ينهك نفسه. ويقال انه يوم من الايام انه كان تعبان جدا من الافكار الشريره بعد ما مضى الميه، مش عارف يعمل ايه. قام الليل كله كان في اكوام بتاعت رمله كثيره جدا جنب القلايه بتاعته، قام شال كل الرمله دي حولها لحته ثانيه، اكوام كبيره جدا من الرمله لانه كان قوي جدا. وبعدين كان في راهب من بعيد بشوفه، فقال يمكن هو يعني عايزه انه هو يعني يزرع الحته اللي فيها الرمله دي او ينظف جنب قلايته. لكن فوجئ بان النصف الثاني من الليل جاب نفس الرمله رجعها ثاني للقلايه ثاني. فقام استغرب الراهب دي اللي هو شافه، قال له انت بتعمل كده ليه؟ قال له الحقيقه انا القديس الزورس قال لي لما الافكار الشريره تتعبك اجهد نفسك، فانا شلت الرمله من هنا وديتها هنا لما حيلي اتقطع عشان الافكار الشريره دي ايه تروح مني. طبعا موسى الاسود الشياطين حاربته محاربات شديده جدا في الافكار الشريره، الزنا والاغتصاب والخمره والسرقه اللي كانت بيسرقها. فيقال بانه هو الليل كله كان تعبان، وكل مره في الليل يخبط على القديس زورس يقول له انا مش قادر افكاري بتموتني. يقول زورس يقول له روح صلي اضرب مطنياتك ما تخافش ربنا معاك. ويروح تاني يخبط على القديس زورس يقول له انا تعبان. يقال في ليله واحده انه مشى خبط على القديس زورس 11 مره في ليله واحده، وقال له انا مش قادر، انا راجع العالم، انا مش قادر على الحياه دي. يقال انه القديس زورس قال له تعال اقول لك حاجه، قام اخذه من يده وبعدين طلعوا على تل عالي كده زي جبل كده، وقال له شايف قلايتك دي؟ قال له ايوه شايف القلايه بتاعتي. اخذوا من ناحيه من غرب كده، قال له شايف حواليها ايه؟ قال له شايف حواليها شياطين كثيره جدا، انا مش قلت لك الشياطين بتحاربني بتحاول تدخل القلايه؟ انا كان اخري اعترف وارجع العالم وخلاص، ده كان اخري، ليه جبتوني اترهبا هنا؟ انا تعبان، شوف كميه الشياطين اللي حول القلايه بتاعتي. قال له لا ما تخافش، تعال اوريك حاجه ثانيه. قام اخذه من ناحيه الشرق كده، وبعدين قال له فين قلايتك شايفها؟ قال له ايوه. قال له طيب شايف ايه تاني؟ الله. قال له شايف ملائكه كتار جدا جدا جدا. قال له طيب ايه رايك؟ ايه الاكثر، الملائكه ولا الشياطين اللي انت شفتهم؟ قال له لا طبعا الملائكه، ده عدد مهول جدا من الملائكه حول القلايه. قال له ارجع لانه انت مش بتحارب لوحدك، الملائكه بتحارب معاك، القديسين بيحاربوا معاك، لان الذين معنا اكثر من الذين علينا. نفس القصه بتاعت جيحزي واليشع لما اتلموا عليهم اربع ملوك وعايزين كانوا يموتوهم، وجيحزي كان خايف جدا وقال الى اليشع احنا حنموت لانه الملوك دي حيموتونا. فقال له ما تخافش. فصلى اليشع الى الله وقال له افتح يا رب عن عيني الغلام. فيقال انه فتح ربنا عن عيني الغلام، لقى ملائكه كلهم حارسينهم، فقال له اعلم ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. واذا يدينا
يعني اطمأنينة بأنه فعلا أن الملائكة بتحاول أن هي تحارب بدلا عنا. ويقال في مرة من المرات برضو البطرك جد دير فرشحوا إلى أنبا موسى أن يكون قس. طبعا زي ما قلت لك درجة القسيسية مش أي حد يأخذها. فالبطرك حاول أنه هو يجرب القديس موسى الأسود يشوفه فعلا هو تايب ولا لا، فحاول أنه هو يستفزه. فقام طبعا أول ما قاعدين كده وجايبين موسى الأسود عشان يرسموه قسيس، قام البطرك استفزه وقال له إيه أسود اللون اللي جايبينه ترسم قسيس؟ كمان درجة القسيسية اللي ما بياخدوهاش حد بالساهل تدوها الواحد أسود زي كده؟ قام موسى الأسود أخذ بعضه وإيه ومشى. وبعدين قام البطرك قال لواحد من الرهبان روح جيبه وتعال. فقام جابه وجاء. قال له أنت طلعت ليه؟ قال له أنت حكمت علي سيدنا بأنه أنا من أنه أنا خاطي وأنه أنا أسود، لأنه أنا أسود فعلا من برا، لكن لو دخلت جوا قلبي حتلاقي أنا أسود أكثر من برا، وأنا أستحق أنه أنا لا أخذ درجة القسيسية لأنه فعلا أنا أسود من جوا ومن برا. شوف حياة التدريج. في الأول طبعا بأنه هو لما قالوا له واحد راهب استفزه وقال له أنت أسود اللون، ترك المكان ومشى وسكت وقال لهم لو أنا ما كنتش تايب كنت مسكته فرمته. لكن المرة دي لما تدرج في القداسة قال له لا أنا أوحش من كده، أنا بشريتي سودة وقلبي أيضا أسود. قال له طب شعرت بإيه بأنه أنا يعني لما طردتك؟ البطرك بيقول له كده. قال له شعرت أنه أنا حتة كلب. كلب قالوا له اطلع، وبعدين الكلب قالوا له ادخل تاني. أنا كلب وفعلا أنا شفتك كلاب كده. يعني الكلب يقولوا له بوبي كم يجي، بوبي جو يمشي. موسى الأسود كده قال لهم أنا حتة كلب، تقولوا له تعال آجي، تقولوا له امشي امشي. فطبعا قال له أنت تستحق القسيسية، وفعلا رسموه قسيس. وهو برسموه قسيس سمعوا الأصوات من السماء بتقول أكسيوس أكسيوس أكسيوس، يعني أنت مستحق ومستحق ومستحق. طبعا لم يصل إلى هذه الدرجة القديس موسى الأسود إلا بعد جهاد كثير جدا، إلا بعد أن أخذ نعمة من عند ربنا وأخذت منه جهاد وأخذت منه إرشاد عظيم جدا. لأنه أخذ نعمة لأنه القديس أبو مجار والقديس أزدورس دائما كانوا يقولوا له اعترف كثير وتوب كثير وصلي كثير وتناول كثير، فكان يأخذ نعمة من الله، وكان يأخذ أيضا جهاد لأنه كان يجاهد نفسه بالمطنيات ويضرب مطنيات كثيرة ويجاهد نفسه ويملى القلل ويشيل الرملة زي ما قلت لكم الحكايات بتاعته دي. وكان يأخذ إرشاد على طول زي ما قلت لك مشى القديس الزروس 11 مرة يأخذ منه إرشاد، ويأخذ من القديس أبو مجار إرشاد، ويأخذ من القديس يوحنا القصير برضو إرشاد. فكان يأخذ إرشادات كثيرة جدا. برضو شخصية أبو مجار أقصد موسى الأسود تغيرت هذه الشخصية، لأنه كان دائما تهمه شخصيته، لكن تغيرت هذه الشخصية لأنه يقال أنه قالوا له يا موسى الأسود واحد من الأمراء سمع عنك فجاي عشان يأخذ بركتك. شوف موسى الأسود أول ما سمع أنه الأمير ده جاي يقابله قام جرى وهرب وطلع من الجلاية، بس لقى هذا الأمير في السكة هو جاي للدير. فالأمير طبعا ما يعرفوش ما شافوش قبل كده، فقام سأل موسى الأسود قال له ما تعرفش فين جلاية القديس موسى الأسود؟ فموسى الأسود قال له أنت عايز بي إيه؟ قال له أنا جاي أخذ بركته. الأمير بيقول له أنا جاي أخذ بركته. قال له بركة إيه يا عم؟ ده رجل كذاب ورجل حرامي وعامل نفسه قديس ورجل زاني وقال البدع في نفسه. فالأمير استغرب يعني أعصر من كلامه. طبعا أخذ بعضه ما رجحش، لكن كمل المشوار لحد الدير. وأول ما وصل إلى الدير قام سأل الرهبان قال لهم فين القديس موسى الأسود؟ قالوا له حندهولك. فتشوا عليه ما لقوهوش.
وبعدين قام قال لهم بالمناسبة أنا لقيت واحد راجل راهب برا سألته عن قديس موسى الأسود وقالوا لي وقال لي عايز بيه موسى الأسود ده صفته ونعته وبيعمل شرور كثيرة. قاموا قالوا له طب اوصف لنا الراهب ده شكله ايه؟ فقام قال لهم رجل طويل وعاتي وكبير وعضلات ولونه أسود. قالوا له ده بس هو موسى الأسود نفسه، بس هو مش عايز يقابلك عشان مش عايز ياخد مديح، لأنه موسى الأسود تغير، لأنه بعد ما كانت شخصيته تهمه لكن ما كانش عايز يقابل هذا الأمير. قديس موسى الأسود يا أحبائي كان مرعب للبشر ومرعب للناس، ولكن دلوقتي بعد توبته أصبح مرعب للشياطين. تخيل أنه القديس إيسيدوروس كان يقول لموسى الأسود خف شوية على الشياطين، يعني أول مرة أنا أسمع عبارة زي كده، إن واحد يقول له خف شوية عن الشياطين، الشياطين مش قادرين عليك، زي ما قالوا القديس بول الطموهي قال له تعبت كثيرا يا أنبا بولا، كفاك تعبا يا أنبا بولا. القديس موسى الأسود كانت حياته مليانة بالتوبة، وده يعطينا الرجاء لكل إنسان تاريخ وحش إنه ما فيش حاجة اسمها فاش توبة، أي خطية تعملها بتوبة عندك رجاء في ربنا إن ربنا يغفر لك خطيتك مهما عملت من الخطايا. القديس موسى الأسود تحول من إنسان زاني إلى إنسان قديس. القديس موسى الأسود اعترف بجميع خطاياه أمام كل الرهبان. والقديس موسى الأسود طبعا كان شخص عنيف جدا، ولكن أصبح شخص وديع وشخص محب لكل الناس. وانتهت حياة القديس موسى الأسود بأنه في مرة من المرات قالوا له البربر جايين من بعيد هاجمين على الدير عشان عايزين يقتلونا، يلا يا موسى الأسود نهرب. فقام قال لهم لا أنا مش ههرب، لأن الكتاب بيقول من يؤخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، فأنا زي ما قتلت ناس كثيرة بالسيف أنا لازم أموت بالسيف. وقال لهم العاز يهرب يهرب أنا مش ماشي. وطبعا يقال أن كل الرهبان هربوا وفضل 7 رهبان بس معاه لم يخافوا. وفعلا جو البربر دخلوا الدير وواحد من 7 خاف وجرى واستخبى، ولكن قتلوا 6 ومعهم موسى الأسود. ولكن هذا الراهب اللي كان خايف شاف من بعيد ملاك جايب تيجان وحطيها على 6 رهبان ومعهم الأنبا موسى، وفي ملاك معه تاج واحد ما حطهوش على أي حد كان عايز يطير، ولكن هذا الراهب عرف إنه ده الإكليل بتاعه، قام طلع من المخبأ بتاعه وسلم نفسه إلى البربر ونال أيضا إكليل الشهادة. دي حياة القديس الأنبا موسى الأسود. بس أنا في عجالة سريعة عايز أقول لكم أقوال من القديس موسى الأسود. قال لك 3 أمور تحرك غضب الإنسان، يعني 3 حاجات بتخلي الإنسان يغضب. طبعا بيجيب الكلام ده من حياته. إيه هو؟ أول حاجة قال لك الأخذ والعطاء، يعني أنت لما عايز تاخد حاجة من حد، لما تاخد وتدي معاه في الكلام ومش عايز يديلك حقك، اعرف إنه الغضب حيجيك على طول. اعرف إنه لازم عايز تاخد حق من حد وفاكر إنه ده حقك، أول ما تعلي صوتك اعرف إنه الغضب حيجيك. نمرة 2 أخذ الشهوة، أي إنسان بيشتهي أي حاجة برضه بتجيله غضب. يعني مثلا واحد عنده بيشرب سجاير يقولوا له بطل السجاير، طبعا شهوته سجاير، أول ما يبطل السجاير يقوم يغضب على الناس ويتنرفز لأنه عايز نيكوتين. مثلا واحد بحب المال ضاعت منه صفقة ولا بتاع يقوم يتنرفز وهكذا. واحد مثلا جاي من بعيد أو جاي البيت عشان يأكل لقى الأكل متجاهز مشتهي الأكل يتنرفز على مراته على عياله ليه الأكل متجاهز، فليحرك الغضب أيضا الشهوة. برضو يقول نمرة 3 من يحرك الغضب من يظن إنه عاقل، يعني اللي فاكر نفسه الوحيد اللي هو بيفهم وباقي الناس مش بتفهم وهو الوحيد اللي بيفهم، ده دايما تلقاه غضوب لأنه هو مش إنسان وديع إنما إنسان متكبر، لأنه اللي بيعتقد إنه الوحيد اللي هو اللي بيفهم هو ده إنسان بجيله غضب كثير.
قولة تانية للأنبا موسى يقول لك كن مداوما لذكر القديسين كي ما تأكلك غيرة أعمالهم. يعني دايما اتذكر واقرأ غيرة القديسين عشان تأكلك غيرة أعمالهم. مثلا اقرأ قصص مثلا عن الأنبا بشوي. الأنبا بشوي رجل الصلاة، رجل حمل المسيح دي، ازاي كان بيصلي، ازاي ان هو كان يعني كان يربط الحبل فوق في السقف في شعره عشان لما يجي ينام الحبل يشده لفوق. تقول انا فين من الانبا بشوي. اقرا سيره الانبا موسى تشوف ازاي كانت التوبه. قول تاني للقديس العظيم الانبا موسى، قال لك كمثل بيت لا باب له ولا اقفال يدخل اليه كل انسان، كذلك الانسان الذي لا يضبط نفسه. الانسان اللي مش بيضبط نفسه زي عمال زي بيت ما فيهوش باب، والباب ده حتى لو فيه ما فيهوش اقفال اي حد داخل وطالع عليه. الذي لا يضبط لسانه زي كانه بيت خربان، الناس داخله وطالعه على هذا البيت. قول تاني للانبا موسى احفظ لسانك لكي ما يسكن فيك خوف الله. يعني اللي ما يمسكش لسانه ده يدل على انه ليس فيه خوف الله، لان الكتاب يقول لا تخرج كلمه من افواهكم بل كل شيء يكون صالح للبنيان. وبعدين حته تاني برضو قالها الانبا موسى الاسود ركزوا عليها شديد لانه كلنا بنعملها، قال لك من يتكلم في الكنيسه يقول اني انا لا اخاف الله او ليس له خوف الله. ودي احنا كلنا بنتكلم في الكنيسه، تلقانا كلنا بنتكلم في الكنيسه، اي حد بيتكلم في الكنيسه الانبا موسى بقول لك ده يدل انه ليس في خوف الله، لانه احنا بنقول الشاروبين والسرافيم ستة الأجنحة الواحد بجناحين يغطون أرجلهم بنجاحين يغطون أيديهم ويطيرون بإسلين ويقولوا قدوس قدوس، وإحنا عمالين نتكلم على الناس أو نتكلم في داخل الكنيسة. مقولة تانية للأنبا موسى لا تكن قاس القلب على أخيك لأننا جميعا خطاة. يعني اوعى تخليك قاس القلب على إنسان خاطئ لأننا كلنا خطاة. يعني قول ربنا يرحمه وربنا يرحمنا، فلكن لا تكن قاس القلب على تسمع انه انسان خاطئ. ليه يا احبائي؟ لانه هذا الانسان الخاطئ ربنا كشف خطيته، لكن قول اشكرك يا رب انا عندي خطايا كثيره لكن انت ما كشفها للناس، فانا اشكرك على انك انت يعني ساتر على خطيتي. ولا تكن قاس القلب على انسان خاطئ. قول تاني احفظ سمعك من سقطة اخوتك لئلا تكون قد ادنته. يعني لما يجي واحد يقول لك تعال اقول لك حاجة عن واحد، يقول له يا عم انا مش عايز اعرف اي حاجة، مش عايز اسمع اي حاجة. ليه؟ لانه قل له انا مالي خليني في حالي، لانه حتى لو سمعت اي قول على اي انسان حتعسر، وحتى لو ما سمعتش يعني حتعسر ايضا بفكرك، حتى لو ما عسرت بالسمع حتعسر ايضا بالفكر. قل له يا عم انا مش عايز اسمع اي حاجه عن اي انسان. يقول لك كيف تحفظ افكارك؟ الانبا موسى بيقول لك كيف تحفظ افكارك؟ يقول لك اول حاجه اقرا الكتاب المقدس، احفظ ايات كثير. مثلا انت عندك خطيه الغضب، اقرا الكتاب المقدس واحفظ ايات عن الغضب، لانه لما تغضب انت حافظ ايات عن الغضب. لا تخرج كلمة من أفواهكم بطالة، كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم تعطى عنها حسابا. كلام كثير عن الغضب احفظه. أنت مثلا أدنت إنسان، أنت قاري كثير عن الإدانة، لا تدين لكي لا تدان، وهكذا. تقرأ الكتاب المقدس تحفظ آيات، تحفظ أفكارك من كل حاجة وحشة. كمان تحفظ أفكارك القيام بالليل للصلاة. يعني انت ما جايك نوم مثلا، عايز احفظ افكاري، انا افكاري حتموتني، اللي شتمني النهارده واللي زلاني النهارده واللي عمل فيا واللي قال فيا، وشهوات زنا وشهوات شريره، مش جايين نوم. تقوم بالليل تصلي،
أول ما تقوم تصلي يقوم الشيطان يخمزك على طول يقول لك طب خلاص نام 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 نام. ليه؟ لأنك ابتديت تصلي ويحفظك من الأفكار الشريرة. قول تاني لأما موسى يقول لك مكتوب إن قيل في الكتاب إن لما قتل أبكار المصريين لم يكن هناك بيت خالي من بكاء. قالوا له يعني عايز تقول إيه؟ قال أبكار المصريين لما ماتوا في العهد القديم كل البيوت بكت على أولادها. قالوا يعني إيه؟ قالوا له يعني إيه؟ قال لهم يعني معقول أنا في بيتي حد ميت أبكي على ميت جاري؟ أنا خطيتي تخليني أبكي العمر كله، إيه اللي خليني أبص لخطية أخويا؟ طب ما أبكي على خطيتي قبل ما أبكي على خطية أخويا. بعدين قال لك أمور تولد الغضب، إيه الحاجات اللي بتولد الغضب؟ أولاً حاجة قال لك المعاملة، المعاملة الحنينة تجعلك أن تكون وديع وغير غضوب، لكن المعاملة السيئة تولد الغضب. بعدين قال لك تاني حاجة تولد الغضب المساومة، تقعد تساوم بين واحد وواحد مثلا في فلوس. مساومة بينك وبين صديق في فلوس ده غضب، مساومة بينك وبين مراتك في غضب في مال يجيب لك غضب، مساومة بينك وبين أولادك في فلوس ده يجيب لك غضب، أي مساومة ده يجيب لك غضب. بعدين تاني يقول لك اللي يجيب الغضب الانفراد برأيك، أي إنسان ينفرد برأيه يقول رأيي هو الصح وأنا مش هتنازل عن رأيي ده يجيب لك أيضا غضب. قول تاني الأنبا موسى قال لك ارفض الكرامة من العالم لتخلص من المجد الباطل. ما تستناش حد يكرمك في هذا العالم، انتظر الكرامة اللي في السماء، لأن الرب يسوع المسيح نفسه قال مجدا من الناس لا أقبل، بالرغم أنه هو كان بيطلع شياطين وبخرج الشياطين، ولكن قال مجدا من الناس لا أقبل. وهو كان يعني لما قلنا لما الأمير جاي قابله وهرب من الأمير وزم في نفسه عشان الأمير ما يقبلهوش. قال لك أمور تساعدك لدخول ملكوت السماوات، إيه الحاجات اللي تخليك تدخل ملكوت السماوات؟ أولاً قال لك الحزن على خطيتك، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. لما الواحد يحزن على خطيته يدخل السماء، لكن تحزن عشان فقدت فلوس أو تحزن عشان واحد أساءك أو تحزن عشان واحد شتمك دي لا تدخلك السماء، إنما احفظ نفسك من خطيتك. الحزن على الخطية تخلي الإنسان إنه هو يجيله توبة ويدخله السماء. بقال لك برضو انتظار الموت في كل يوم وكل ساعة من الحاجات اللي تدخلك السماء، اعرف انك حتموت في كل يوم وكل ساعة. يعني تقول انا ممكن الساعة النهاردة دي ما قضهاش، اليوم ده ما قضهوش، تحفظ نفسك وتدخل السماء. لما تقول لنفسك مش عارف انا النهاردة هكمل ولا لا، هتفكر في خطية. لما تقول النهاردة أنا الساعة دي ساعة 3 حتيجي الساعة 4 حكون حي ولا ميت، لا تفكر في كرامة ولا تفكر في شهوة ولا تفكر في مادة ولا تفكر في أي حاجة أبدا. برضو يقول لك من يحتمل ظلم من أجل الرب يعتبر شهيدا. من يحتمل ظلما من أجل الرب يعتبر شهيدا، يعني أنت بمجرد أنك أنت تحتمل أي ظلم من أجل ربنا أنت شهيد. بمجرد أنك أنت مسيحي بس وظلموك أنت كده شهيد. بمجرد أنه أنت الناس بتقول لك تعال نسرق وأنت مش عايز تسرق ورفدوك وعملوا فيك زومبا ورفدوك عشان أنت مش عايز تمشي في طريقهم أنت كده شهيد. واحد مثلا زوجك ظلمك من غير وجه حق بيضربك بيشتمك، لو سكتي أنت كده تعتبري من الشهداء. قول تاني للأنبا موسى اعطي المحتاجين بسرور ورضا لكي لا تخجل من القديسين وتحرم من الأمجاد السماوية. يعني اعطي المحتاجين بسرور ورضا عشان ما تخجلش من الناس اللي عطائين اللي كانوا في السماء. لما تقعد من بعيد في النار شايف المعلم إبراهيم الجوهري اللي دخلوا السماء العطاء، وشايف الأنبا برام اللي دخلوا السماء العطاء، وشايف القديس الأنبا بطرس البخيل
اللي هو باع نفسه وتصدق للفقراء دخل السماء. طيب ما تتعلم من الناس دول عشان لما تبص لهم من بعيد وانت مش برا السماء تقول يا ريتني اديت زيهم عشان كنت دخلت السماء. بيقول لك احب المساكين لكي تخلص بسببهم وقت الشده. يعني لما تحب المساكين طوبى للمساكين في يوم الشر ينجيه الرب. وقت الشدة ربنا يخلصك لأنك أنت بتحب المساكين. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. وبعدين يقول لك حتى إذا ما فنيتم يقبلكم في المظال الأبدية. يعني لما تموت اللي حيكون على استقبالك على باب السماء هم هؤلاء الناس الفقراء. آخر قول للقديس موسى الأسود قال لك احتمل الخزي بقلب شغال. يعني ايه؟ يعني اول ما واحد يشتمك خلي قلبك شغال بالصلاة، خلي قلبك شغال بالتوبة، خلي قلبك شغال يقول يا رب ارحمني، يا رب اجعلني احتمل، يا رب انا استاهل الشتيمة. زي ما اهانوا الانبا موسى وقالوا له اخرج من هنا يا اسود اللون، قال لهم انت حكمت علي انه اسود بالمرة. لا، ده لو ربنا كشف لكم انا اسود من برا ومن جوا. ليه؟ لأن قلبه كان شغال. فقال لك احتمل الخزي بقلب شغال، يعني خلي قلبك شغال وقول يا رب أنا فعلا إنسان خاطئ. وقال لك اطرح أمامه ضعفك، قل له يا رب أنا فعلا ضعيف، وضعيف نفسيا، ضعيف جسديا، ضعيف روحيا، وقل له يا رب أنا أستاهل كل شتيمة. دي حياة القديس الأنبا موسى الأسود يا أحبائي. نتعلم منه الكثير والكثير لأنه شفيع الخطاة. 24 بقونا عيد استشهاد القديس العظيم الأنبا موسى الأسود شفيع اجتماعنا، ويريد إحنا نتشفع به. كل سنة وانتم طيبين. شفاعته وصلواته وبركته تكون معنا لإلهنا المجد والإكرام في كنيسته من الآن وإلى الأبد. أمين.